سلام المسيح. أحبائي المشاهدين، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة. كمان برحب بكل مشاهدينا على صفحات التواصل الاجتماعي وصفحة الفيسبوك للمرأة المسلمة. انتوا دلوقتي هتكونوا بتشاهدونا على الهوا على صفحتنا في الفيسبوك. صلاتي انه ليكم جميعا النهاردة انكم تكونوا في حماية الرب ورعايته، وانه الله يعني يفتح عيون وقلوب لمعرفة محبته وخلاصه. حلقة النهاردة هتكون بعنوان قل يا أيها الكافرون. طبعا دي آية قرآنية اللي هي آية الكافرون، فعنوان الحلقة هو قل يا أيها الكافرون. دلوقتي هتعرفوا ليه أنا سميتها كده. عندي ثلاث نقط هتكلم فيها، وهم النقط الثلاثة يعني مرتبطين ببعض في أمور بسيطة. أول نقطة هتكلم فيها هو حديث العالم كله دلوقتي هو فيروس كورونا، وسميت النقطة دي أو عنوانها هيكون فيروس كورونا وأدوات إله الإسلام. النقطة الثانية هي موضوع أنه الإسلام والعنصرية، وبعدين هنتكلم في النقطة الأخيرة وهي تكفير طبيب القلوب الدكتور مجدي يعقوب. فخلينا نبتدي بالنقاش في حلقة النهاردة. أولا عنوان الحلقة، أنا قلت أنه العنوان متاخد من آية الكافرون. يعني أما وأنا بسمع كده الأحداث اللي بتحصل في العالم دلوقتي خلتني أفكر كده، يعني على طول تيجي في ذهني موضوع التكفير، وإنه حد ينقي حد يقول دول كافرين ودول مش كافرين، دول كذا ودول كذا، على طول في تمييز. لكن موضوع الكفر والتكفير والكافرون والكافرين والكافرات كل ده يعني إيه بقت كده لازمة في كلام المسلمين النهاردة. فافتكرت الآية دي، وافتكرت انه هي قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم وهكذا، وفي الآخر إيه لكم دينكم ولي دين. احنا طبعا حفظناها دي وكنا بنصلي بيها على طول وكل حاجة، لكن ما كناش عارفين يعني هي تعني إيه. ويعني ليه جت الآية دي وإيه أسباب نزولها؟ فلما تعرف أسباب نزول الآية هتعرف إنه في يعني أحداث حصلت خلت الآيات دي تنزل. في تفسير الطبري بيقول كده في حتة معنى الآية: القول في تأويله قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه قل يا أيها الكافرون. يقول تعالى لنبيه: وكان المشركين من قومه فيما ذكر عرضوا عليه أن يعبدوا الله سنة وعلى أن يعبد نبي الإسلام وأتباعه كلهم آلهة الكفار سنة. فأنزل الله معرفة جوابهم في ذلك، قل يعني بيقول له يا محمد قول للكافرين أنا أنا بعبد اللي أنتوا بتعبدوه ولا أنتوا هتعبدوا اللي أنا هعبده، أنتوا عبدوا ده ونعبد ده وكل واحد يقعد في حاله. أوكي؟ طبعا ده ولم يكن ده تصريح ليهم ان هم يقدروا يعبدوا آلهتهم زي ما هم عايزين وهيبقوا في حالهم، وكان ده واضح جدا من مسيرة الإسلام. ده حصل في حالة انه محمد كان مسالم، وبعد كده تغير الأمر وأصبح محمد مطارد للكافرين والكافرون. يرجع محمد لمكة، ولم رجوع محمد لمكة هو اللي فكرني بموضوع ملاحقة من يعتقد المسلمين انهم كافرين. إن زمان في ايام محمد كان يلاحقهم ككفار قريش مثلا، يقول لك كفار قريش كذا هنلحقهم، الناس اللي بيدعوهم للإسلام وبيسمعوش كلامه بيلحقهم بإيه؟ بالحروب وبالغزوات وبأشياء كثيرة جدا. مشهد رجوع محمد وفتح مكة كان مشهد في منتهى القسوة
لأنه قتل أهله، قتل الناس اللي اتربى في وسطهم، لأنهم أصبحوا كافرون مقاومون. النهاردة في طرق تانية لتكفير الناس، ممكن تبقى داعش اللي هي مطابقة تماما لمحمد، وممكن تبقى الناس اللي بيكفروا بالكلام وبيفصلوا بينهم وبين بقية البشر بالكلام والفتاوى، اللي هي في الآخر ليها وزن في المجتمع الإسلامي. منين الناس دي جايبة الكلام ده؟ هو المهم. هل دي أفكار شخصية؟ هو ده المهم. هل دي أفكار جاية من الفكر الإسلامي؟ يعني هل محمد مثلا عمل ده في عصره فقط، ولا ده يستمر لحد النهاردة؟ هل القرآن بيقر ما عمله محمد من يعني أنه يضع الناس في خانة التكفير دي، وأنه وملاحقة هؤلاء البشر، ولا لأ؟ في حاجات نقدر نناقشها النهاردة وإحنا بنتكلم في النقطة الأخيرة، وهي تكفير الدكتور سير مجدي يعقوب. طبعا خليني الأول أتكلم في موضوع فيروس كورونا. الفيروس ده يعني ظهر مؤخرا وسبب مقتل آلاف من الناس، وهو الحقيقة أزمة إنسانية وكارثة. الناس كلها يعني بتتعاون النهاردة على أنهم يجدوا مخرج ويجدوا دواء ويجدوا حل علمي وحل مدروس وحل يقي دولهم وناسهم وأدوية، يعني حاجات عملية. الناس بتعمل حاجات عملية، لكن العقل الإسلامي يعمل إيه؟ العقل الإسلامي يذهب إلى كيف يستخدم هذه الكارثة يعني إنه لتعظيم إله الإسلام بشكل ما، لإضفاء صورة إعجازية على الإسلام بشكل ما. قبل ما ابتدي يعني الحوار في الأمر ده، حابة إني أنوه إنه الأخ وحيد والأخت فدوى عملوا حلقة مخصصة جدا على موضوع فيروس كورونا ده، وكانت ممتازة ووافية وكافية. أحب أنكم تدخلوا على الحلقة دي وتشاهدوها، لأنها يعني مورينكم فيها التفصيلات اللازمة، لأنك تعرف أنه كل ده خرافات. لكن النهاردة أنا عايزة أقدم لكم لمحات من الموضوع. في ناس أخذت موضوع فيروس كورونا ده وقالوا لك ده الناس أنه ده إثبات لنبوة الرسول. خلينا نشوف الفيديو الأولاني. ما علاقة هذا الموضوع بدلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هقول لك تعال نقرأ هذا الخبر عشان نعرف. فيروس كورونا، حجر صحي على أكثر من 10 مدن صينية وإغلاق قسم من سور الصين، لا أحد يدخل ولا أحد يخرج نهائيا. وهذه بالفعل أفضل طريقة للسيطرة على الفيروسات. وهذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا من الزمان. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. يعني الحجر الصحي أول من تكلم عنه هو النبي. النقطة بقى أنه الحجر الصحي أول من تكلم عنه هو محمد، عشان قال لهم لو لقيتوا بلد فيها طاعون لا تدخلوها ولا تخرجوا منها. توضيح الحديث ده الحقيقة الأخ وحيد والأخت فدوى حطوا فيه تفاصيل كتيرة جدا، ومنها تفصيلة مهمة قوي أنه هم ما كملوش الحديث، أنك ما تخرجش فرارا من الموت. ليه بقى؟ لأن دي من الحاجات اللي بيعملها إله الإسلام، ما هو مش عايزك تهرب من تحت ايده. مش بس كده، ده نبي الاسلام نفسه دعا على امته بالطاعون، يا بالطاعون يا بالطعن، يا تموتوا بالطاعون. يعني كده انا مش عارفة، هل النبي الانسان اللي عنده رسالة بيأدي الرسالة لناس عايش في وسطهم بيتعاطف معاهم، هو منه هو منهم، فيروح بقى يكشف راسه كده ويدعي ويقول له يا رب تخلصهم كلهم بالطاعون او بالطعن؟ ليه؟ عشان دي شهادة. اشتهاء الشر
يعني في الإسلام إنه النبي نفسه يدعي على أمته بالطعن والطعون عشان ياخدوا الشهادة. قال دي على فكرة أفكار شيطانية، لأن الله بيقول إنه هو عايز يعطيك حياة، حياة أبدية لما تقبل المسيح، عايز يعطيك حياة هنا كمان، عايزك تعيش عشان تكون سبب بركة، عايزك تعيش عشان تبارك غيرك، عايزك تعيش عشان يكون ليك فرصة في النجاة لو أنت متعرفوش. إله يعطي حياة وإله يتكلم بالموت. لغة الموت في الإسلام هي اللغة السائدة، وزي ما قلنا 1000 مرة، ما أينما كان الإسلام يأتي ومعه الخرافات والإدعاءات، وإنه قال لك يعني مثلا الحجر الصحي أول من بدعه مش عارف مين. لا، أيام يعني قبل الإسلام ما يجي أساسا كان في طاعون، وكانت الدول الغربية حصل فيها طاعون قبل كده. هم المسلمين عرفوا الطاعون منين؟ وعرفوا إن اللي هيقرب من الناس دي دول هيتعدوا، فبقوا يقفلوا بلاد بحالها على الناس اللي فيها، لا يدخلوها ولا يخرجوا منها. فيعني الحجر الصحي كان موجود قبل محمد، يعني ما هوش ما اخترعش حاجة جديدة. بصوا في التاريخ، تاريخ الدول الغربية والشرقية وكله، دي حاجات بس يعني اللي يقرأ شوية هيعرف يلاقيها. خلينا نشوف السلايد اللي جاي ده. السلايد ده انا خدته يعني صورة من فيديو، علشان ايه؟ علشان يعني الفيديو كله الحقيقة ما حبيتش ان انا اقعد احط نفس الكلام، وهو الخلاصة فيه موجودة على اللي انتوا شايفينه ده. الشيخ ده شيعي وبيقول كده انه في اكتشاف طبي غير مسبوق ان لطم الصدر بيقتل 80 كرة دم بيضاء وبيقوي المناعة. وبعدين بيقول بقى انه اللطم على الوش كمان، يعني وقعد يلطم كده، اللطم على الوش هو كمان ده مفيد جدا، ويعني كل ما تلطم على وشك وتعيط على الحسين ده مفيد جدا، وكمان ممكن يقتل فيروس كورونا. اي حاجة علشان اقوي فكرتي انه الاسلام اعطاك يعني سر من الاسرار اللي لم يتوصل اليها الطب لحد النهارده. الاعجاز في القران، طبعا اللطم والكلام ده ملوش دعوه بالقران، لكن هو يعني الحياه المسلم لازم يقول فيها انه في معجزات، وانه في علشان يعني يلاقي حاجه يربط نفسه بيها باللي بيحصل النهارده، لازم كله يرجع للاسلام. خلينا نشوف نوع تاني بقى من المغالطات. حصل يعني الفيروس ده لما جه، احنا عندنا في الشرق الاوسط نظرية المؤامرة، نظرية كبيرة جدا يعني موجودة في حياتنا الشخصية وحياتنا اليومية وحياتنا السياسية وحياتنا الاجتماعية. ده شيء موجود عندنا دايما تساؤل، انت تقصد كل واحد حاسس ان هو مركز الكون، فيبقى كل عايز يوصل له وكل عايز يضربه وكل عايز لدرجة بقى التخريف وموضوع الفتوى. فالناس تروح للشيخ وتقول له طب هو يعني ربنا عمل كده ليه؟ طب فيروس كورونا ده ايه؟ فقعد بقى ايه، راح فاتي الفتوى الغير عادية دي، انه الناس بتتساءل ليه فيروس كورونا، ليه فيروس كورونا، ومين اللي عمل فيروس كورونا، ومين اللي جاب فيروس كورونا. فطلع بقى امريكا. خلينا نشوف الفيديو اللي جاي. الصين أصبحت مخيفة، فقد غزت العالم، فأصبحت أمريكا تستشعر هذا الخطر، فإما أن تشن حربا نووية لكي تبقى مسيطرة على العالم، وإما أن يسحب منها قيادة العالم، فيطرح السؤال كورونا من الذي وراءه في هذا الظرف؟ من وراء خلق هذه الفيروسات وإطلاقها؟ هل يتورع الغرب في أن يفعل هذا؟ هل يتورع؟ لقد فعل أكثر من هذا. واش تعرفوا بين لكين إن شاء الله تبارك، قرارات تتخذ على مستوى لنشر فيروسات
حتى يتسنى لتلك الشركات الكبرى للأدوية لكي تبيع أدويتها. يعني هل من العقل أنه دولة تطلق فيروس على دولة تانية علشان خاطر تبيدها وما ياخدوش احتياطاتهم مثلا؟ يعني أمريكا ما كانتش واخدة بالها أنه الفيروس ده هيرجع لهم مثلا؟ أمريكا والملايين اللي هتصرفها على البلايين اللي هتصرف على إنتاج اللقاح وإيجاد الحلول للأمر ده ومساعدات الناس المصابين، أمريكا فيها ناس مصابين يروحوا يرموا يعني أصل دي مش قنبلة نووية هيروحوا يرموها على هيروشيما ويمشوا، لا. يعني ف الفكرة انه احنا نشيطن الناس اللي احنا مش موافقين معاهم وعلى طول احنا نروح للشيوخ ونفتكر ان هم عندهم الحل، فده يعمل ايه بقى؟ نقطتي ايه؟ هو الشيخ ده بيفتي سياسة على دين مش عارف ايه، نقطتي ايه هنا؟ ان الاسلام دايما سياسة ودين، وانه النقطة الاهم اللي عايزاكم تنتبهوا لها ان هؤلاء الشيوخ بيجروكم الى اماكن مظلمة يلخبطوا فيها عقلكم وانتوا بتتلقوا منهم كده، ها، وترجعوا تكرروا الكلام وانتوا مش فاهمينه لانه الشيخ افتى او الشيخ قال وكلامه ما بين الرأي والفتوى مفيش شعرة، ده رأيه ولا فتواه؟ ما هو كشيخ من حقه يفتي ورأيه ممكن يبقى فتوى. يعني في لخبطات كتيرة جدا بتحصل علشان احنا عايزين يعني انه الدين والشيوخ المسلمين حطوا في مخكوا ان هم اللي عندهم بقى ايه الفايدة في كل حاجة، لكن انت لا تستطيع انك تستخدم عقلك او تشوف وتميز اذا كان ده صح ولا غلط. تعرفوا انه دلوقتي ايران بتعلن ان كورونا الفيروس ده مؤامرة على ايران علشان يعطلوا الانتخابات. طب يعني مؤامرة على إيران علشان يبيدوا النظام ماشي، لكن مؤامرة على إيران عشان يعطلوا الانتخابات ليه؟ خايفين من إيه؟ يعني هيطلع مولى أحسن من مولى في إيه؟ ومين اللي أطلقوا؟ العالم كله، عشان بنحط نفسنا في الصدارة. كورونا بقت مؤامرة عليا، كل واحد يقدر ياخدها كده ويقول دي مؤامرة ضدي، مؤامرة ضد العرب، مؤامرة ضد إيران، مؤامرة ضد السعودية، مؤامرة ضد كل واحد بيفتي فتوى. ليه بقى؟ لأن الشيوخ أقنعوا الناس كمان أنه يعني العالم كله ضده. لكن الشيوخ من الناحية التانية يقولك إيه؟ أنه الفيروسات دي هي جند من جنود الله، لأنه القرآن بيقول حاجة زي كده، يعني بيقول أن أنتوا ما تعرفوش، في جند انتوا تعرفوهم وجند انتوا ما تعرفوهمش، وانا بستخدم ده وده. فدي صورة تالتة بقى من يعني الحالة اللي موجودة النهاردة في النظر الى موضوع فيروس كورونا. الفيروس ده الشيوخ بتعتبره انه مثلا الله بيستخدمه علشان يكون ضد الكفار، ويقول كده لما محمد اتكلم على موضوع الطاعون مثلا، وده مثل يعني، لما اتكلم على موضوع الطاعون قالك انه ده رحمة للمؤمنين ونقمة على الكافرين، فهم واخدين يعني المثل ده انه ده ممكن يبقى جند من جنود الله، ياخد له كم مليون في وشه من الكفار مفيش مشكلة، ياخد له كم مليون في وشه من المسلمين يبقى رحمة من ربنا عشان يبقوا كلهم شهداء. هذا الفكر المظلم يعني اللي مليان بالقتامة هو فكر شيطاني زي ما قلنا، لأنه الفكر الشيطاني يقودك إلى ظلمة وإلى موت، وأما فكر الله فهو دايما يقودك إلى حياة، حلول، في حلول عملية. أما تكون أداة من أدوات هذا الإله هو الطاعون، الضربات، الابتلاء للناس، ها،
وما فيش مخرج، ويكون نبي الإسلام نفسه بيدعو ضد الأتباعه، فأنت تعرف أنه قلب هذا الإله عايزك تبقى مزنوق، ما يبقى لكش مخرج، عايز ينهي فرصتك في أنك تعرف الإله الحقيقي. الطاعون والوباء من أدواته، لأن ده بيمثل قلب الشيطان. خلينا نصلي. أنا الحقيقة اتكلمت في موضوع الفيروس ده النهاردة، لأنه يعني بداية أنا اتكلمت فيه لأن أنا عايز أصلي من أجل الناس، وبدعو كل المؤمنين إن إحنا بدل ما نقف نتكلم عن يعني الناس دي بتقول إيه، أو دي ضربة من الله ولا مش من الله والكلام ده كله، الله لا يسبب الشر للناس، لكن أعمالنا واختياراتنا وبعدنا عنه هو اللي بيسبب لنا الألام والأمراض واللعنات الأرضية اللي احنا اخترناها باختيار الخطيئة. فأنا بصلي إن احنا نصلي من أجل، يعني كنت بقول يا رب أصلي إزاي النهاردة، فقال لي افتكري إن أنا صالح، أنا أصلي من أجل صلاح الله. خلينا نصلي مع بعض. أصلي لأنه النهاردة ثقتنا في صلاح الله ومحبته تأتي برحمة على العالم. أصلي من أجل إنه الطبيب العظيم الله الصالح المحب اللي بيمد رحمته للناس النهاردة يعطي شفاء للمرضى، يعطي أفكار سلام وأفكار راحة في قلوب المضطربين والخائفين اليوم. أنا بصلي من أجل أنه الطبيب العظيم يرشد الناس اللي بتشتغل في موضوع اللقاح وبتشتغل على الأرض النهاردة، يرشدهم إلى مصل، إلى علاج في اسم يسوع. بصلي من أجل رحمة على الأطباء والممرضات في اسم يسوع والممرضين أيضا يا رب. بصلي من أنه فريق الناس اللي بتعين الناس على الشفاء هنا يا رب أنك تحميهم في اسم يسوع، وأنك تعوضهم، وأنك تتراءى في وسط هذه الألام، الناس اللي بتفقد أبناء وأجزاء من عائلاتهم، الناس اللي بتفقد ناس مهمة في حياتها. يا رب أسألك أنك تعطي شفاء من الأحزان اللي بيمر بها العالم. يا رب نحن نعلم أنه خطايانا سببت الألم دي، لكن اليوم بنتمسك بصلاحك وبرحمتك وبقوتك. تعال بسلامك على العالم يا رب، تعال بمعرفتك أنت في وسط المحتاجين ليك في اسم يسوع، أمين. طيب عايز أقول مثل بسيط على موضوع أو كلمة أخيرة في موضوع الفيروس كورونا. خلينا نشوف السلايد اللي جاي ده. النهاردة أو مش فاكرة، يمكن النهاردة أو امبارح، أعلنت السعودية أنه هيكون في أخذوا إجراءات احترازية وقائية لمنع وصول كورونا، وأن هم علقوا الدخول إلى المملكة للعمرة والزيارة والكلام ده كله، وقفوا تأشيرات العمرة ومن بلاد عديدة. الإجراء ده أخدته الحكومة، أخدته الحكومة على أساس القوانين الجديدة اللي ابتدت الحكومة السعودية تاخدها، والاتجاه إلى يعني تفعيل قوانين وضعية مش اللجوء إلى فلسفة أو فتاوى الشيوخ. السعودية لم تعد تعتمد على آراء الشيوخ، لكن لو كنا زمان كانت السعودية ما قدرتش تعمل كده. تغلق باب العمرة دي حاجة كبيرة قوي، يعني إذا كانوا لسه مش عارفين يفعلوا إغلاق إنهم يوقفوا إغلاق المحلات وقت الصلاة، لكن
خطوة حلوة اتخذت بالقانون مش حسب التشريع الإسلامي، لأنهم ملهمش سلطان يعملوا كده. لو كان الموضوع هيبقى حسب التشريع الإسلامي، نحسب لكم الموضوع ده يعني تفكروا فيه، ويعني كل الفتاوى بقى اللي بتطلع، فاكرين الفيديو اللي حطيناه لما تتوضى الوضوء هو الحل لفيروس كورونا، والنقاب هو الحل لفيروس كورونا، والكلام ده كله سيبكم من هذه الخرافات، والجأوا لله بالصلاة من أجل العالم، والجأوا إلى الحلول العملية لأنكم تحموا بلادكم وتحموا عائلتكم. هتنقل لنقطة تانية، خليني أشوف نقطة العنصرية في الإسلام. الفترة اللي فاتت الحقيقة لفت نظري في الأسبوع اللي فات موضوع الفيديو اللي عملته مغنية سعودية بتغني الراب، فهي عملت أغنية اسمها أنا بنت مكة، وقامت الدنيا ما قعدتش. الأسئلة بقى، الدنيا قامت ما قعدتش ليه؟ عشان غنت؟ محدش عارف. خلينا نشوف الأول، جبت لكم بس إيه يعني كم ثانية كده من الأغنية، خلينا نشوفها ونشوف إذا كان دي فيها حاجة غلط ولا فيها شكل. أنا بنت مكة أصيلة، وعشانها تشقى ايه في وقت الشدة ما نتكة، يشد بي الظهر تلاقيني عالدكة ايه فولو كادي، شعر مسابقة نمبر وان، هي راح تلبك بالجمال هنا راح تلقى بنت الغربية بنت مكة. ايوه انا بنت مكة حجازية وجالسة عالدكة. الكلام اللي قالته البنت على فكرة، كل الفيديو ما فيهوش ولا كلمة عيب، ما فيهوش حد قالع هدومه مثلا، بالعكس هي حاطة طرحة على رأسها، طبعا يعني هي كسر القواعد الإسلامية كلها، صوتها عورة وبتتحرك قدام الناس وبتتكلم و you know. كل الكلام ده، لكن في نفس الوقت الأغنية محترمة بتتكلم على هي فخورة ببنت مكة ازاي، وبنت مكة بتتعامل ازاي، واذا غلطت في حقها تعمل لك ايه، وكلام من ده، يعني كلام كله عادي، كلام اغاني. الامر اللي واضح جدا في اعتراضات الناس على الاغنية دي حاجتين، لون وبشرة المغنية والناس المشتركين في الفيديو كليب، وانها بتتكلم على بنت مكة، فازاي تتحط اسم مكة في اغنية راب، او انه ان انت ما بتمثليش بنت مكة والكلام ده كله. ففي العنصرية والتحيز والتفرقة هو العامل الاساسي في اعتراض الناس. هل العنصرية والتفرقة في الفروق في ألوان البشر بس في الإسلام؟ لا، الإسلام من الديانات اللي عملت تحديد ودرجات للناس، عملت كده درجات، الراجل ليه على الست درجة، وبعدين الست تبقى ليها درجات، إذا كانت حرة ولا إذا كانت عبدة. التعامل ما بين البشر وبعضهم حتى في إطار المجتمع الإسلامي، سابوا الإسلام والتقنين والتشريع الإسلامي يعني مقسم الناس كده لمراحل، إذا كنت عالم إذا كنت شيخ تبقى أنت من الشيوخ اللي يقدروا يفتوا، اللي عندهم الفهم، اللي عندهم مش عارف إيه، أو أنت من العامة لا يؤخذ برأيك، يعني انت من العامة اهو، غلابة الناس العامة دول اللي هم اكثرية المسلمين، فدي تفرقة ودرجات ايضا. الفرق مش بس في الوان البشر، لكن الفرق في الاسلام انه قرر انه يكون هناك معاملة خاصة تفرق بين الحر والعبد في الاسلام.
يقول لك ان يعني النهارده مثلا كنت بقرا في موضوع الحر والعبد ده، فبيقول مثلا انه اذا اخطا ده العثيمين، بيقول مثلا اذا صاحب العبد الانسان اللي مشتري المالك للعبد اذا قرر ان هو مثلا يقذف هذا العبد المسلم، في فرق بين عبد كافر وعبد مسلم على فكره، اذا قرر ان هو يقذفه بسوء او يتهمه بزنا مثلا او يتهمه بشيء مشين، فلا يعاقب ولا يحد على الارض، لكن يوم القيامه بقى يبقى يحد هناك. هيحد ازاي يوم القيامه يعني؟ يعني اذا كان الحد 80 جلده في حد القذف، هتضربوه 80 جلده ايه هناك؟ ولا هي بس يعني هو كلامه خلاص؟ وده يفيد في ايه؟ اتعلم هو ايه علشان خاطر يعني الدين المفروض انه بيقود قلب الانسان، بيعلمك انك تغير قلبك وفكرك فتبقى حسب قلبه وفكر الله. لكن ده مش موجود في الفكر الاسلامي. الموجود يفط ادعاءات، لكن هل عمليا الانسان اللي لانه يملك شخص يقدر يقذفه على الارض ويبقى انت غلطان عيب ما تعملش كده، فوق هنبقى نحاسبك، فادوا ايه هنا على الارض؟ دي حاجة. خليني اخد مكالمة. مين معايا؟ اخ عبد الله من الجزائر، اهلا بيك يا عبد الله، سلام المسيح معاك، اتفضل. عبد الناصر مش عبد الله. عبد الناصر، انا اسفة، معلش. اهلا اختي امل وتركي، نشكر الرب، اهلا بيك، اتفضل عبد الناصر. الحمد لله. معلش عندي تعليق. المسلمين العرب لقوت الجهل اللي يعيشوا فيه، لقوت الفراغ، شوفي الدور الكبرى دائما البحث على حل باش علمي، وهما لاجئين الفتوى الفارغه اللي ما عندهاش حل، يعني هما من قوت الجهل اللي عندهم يجيبوا حاجه ويبقوا يفسروا فيها ويفسروا فيها باسكو عندهم فراغ. نعم. عندهم فراغ علمي وعندهم فراغ روحي، عندهم فراغ يعني لا حد له. نعم. بدل ما يشاركوا كما يشاركوا الدول الكبرى باش يشوفوا حل لهذه المشكله نتاع المرض، يتلحقوا في الفتاوى باسكو عندهم فراغ. الانسان باش يشارك واحد في محنه كما هذه يشاركه بالعلم بالاختراع، يشاركه بالمحبه، ما يشاركهش يستاهل وما يستاهل ويستاهل. الى متى هما قاعدين في هذا الجهل يا اختي امل؟ الى متى؟ الى متى هذا الحقد؟ الى ان يزول الفكر الاسلامي، لان هو ده اللي بيحدد الاطار اللي بيفكر فيه المسلم، بيحطه في صندوق لا يستطيع الخروج منه. فأمين في اسم يسوع يزول هذا الاسلام. الاسلام همش فكر الانسان وهمش عقل الانسان، ما خلاش يتحرك. نعم. ما خلاش يتحرك، ضع امام حواجز. نعم. طيب اخويا عبد الناصر، انت عابر؟ نعم انا عابر من سنة 2015 ولكن من قبل. ايوه تكلمت معك خطرة على واحد الموضوع نتاع مانيش عارف، المهم تكلمت معك خطرة في حلقة ومكر الله الله خير الماكرين. ايوه انا واحد الموضوع يعني الى الاسلام. نعم. مكار كبير. نعم. معلش صلي من اجل احنا كنا في الجزائر عندنا شوية مشاكل تاع اغلاق الكنائس. امين. خلينا نصلي مع بعض دلوقتي. هل احنا عبد الناصر، احنا عملنا حلقتين ورا بعض في موضوع الجزائر، وانا الحقيقه حابه ان انا اخد شويه معلومات ايه التغيير دلوقتي. سمعت انه الحكومه يمكن تغير بعض القوانين، هل في خطوات حقيقيه؟ هي اختي امين باش نقول لك انا ما نتابعش الاوضاع بزاف، احنا بروحنا انا في ازمه سياسيه. نعم. في الفتره هذه تاع الرئيس اللي يركب جديد مازال يعني الغيام راه مغيم على البلاد، ما كاش المسير اللي راه يوري لنا واش كاين واش اللي عليك واللي اللي عليك، ما كاش البلاد راهي تقريبا في حاله ركود. في حاله ركود هما دايما يلجؤوا للحاجه السهله، حتى الحراك باش الناس تعبر على حقها وحريتها حرم الناس منه، يعني سيرتو كوتي منطقة الغرب.
مازلنا بالناش احنا هذا الرئيس دير كبيره في 4 شهور من 5 مازال يدور حول نفسه يدور حول نفسه ما راه في تضارب يعني ما يعني تقول ان البلاد راح تم واحد النفق مظلم ورانا نصلي من اجل هذه البلاد باش الرب يحرر الشعب هذا والشعب هذا عايز الحريه اللي هي عطاها لنا الله في الاول امين مش عايز احنا ماناش نحوسوا على باش نديروا سياسه او دين احنا نحوسوا على الحريه الانسان يعطي حقه اللي وصى عليه الله الحقيقي حريه الروح حريه النفس حريه الفكر حريه الكلمه يعني هذا الشيء اللي نحوسوا عليه البلاد هذه قلوبنا تتقطع عليها يعني ليل ونهار لان احنا احنا رحنا ضحيه لهذا سوحينا على هذا النقص على أبو البعير اللي جات هنا نشرت هذا الفكر التعسفي والفكر الإرهابي وغطوا لنا دار حاجز على الحرية تاعنا على عقلنا وعلى على كلش طيب هذا نصلي من أجلهم حتى ولي خلينا نصلي سوا يا عبد الناصر خلينا نصلي سوا يا رب احنا بنشكرك لأنه كل أزمة بنمر بيها رب أنت تخرجنا بمكاسب روحية وهو ده الأهم لينا رب صلي من أجل كنيسة الجزائر اللي بتتحد أمامك يا رب في اسم يسوع بتصلي من أجل البلد بتصلي من أجل الجميع بتصلي من أجل خلاص الجميع بتصلي أنه يكون التركيز على حضورك ووجودك في وسطهم بشكل حي وفعال في اسم يسوع برفع أخواتي المضطهدين على الأرض دي أنك تجعلهم شهادة حق وانه تجعلهم منارات لاسمك وحدك يا رب في اسم يسوع وصلي من اجل اخوي عبد الناصر وعيلته وكنيسته في اسم يسوع استخدمهم بقوه يا رب اظهر محبتك فيهم سدد كل احتياجات الكنيسه في اسم يسوع ليك المجد يا رب والكرامه احنا نثق في عملك امين اختي انا يا رب يباركك ويستخدمك بمجد اسمه ويبارك اسوار البر ولك شكرا وزيدي الى الامام ربي يبارك الى الامام اختي امان ربي يبارك شكرا شكرا الى اللقاء طيب خليني اخذ مكالمه اخرى الاخ اسلام اهلا بيك اخ اسلام سلام المسيح معك انا اسلام مساء على حضرتك انا اسلام من مصر مسلم سابق ودلوقتي لا ديني انا شايف ان الاسلام دين عنصري ودين قتل ودين ما يسمحش ان البشريه تعيشوا مع بعض لا. لان بيامر بقتل الاخر وانا حياتي اتدمرت بسببه فطلب المساعده ان انتوا تصلوا لي وان انتوا تدعوا لي ان ربنا ينور بصيرتي ويعني والحاله اللي عندي ان ربنا يسترها معايا لان انا الاسلام دمر حياتي فعليا انا يعني ممكن تقولي ايه يعني بتتكلم عن حالة خاصة يعني لو ينفع تقولي حاجة سريعة إيه ليه بتقول ان الاسلام دمر حياتك دمر حياتي لان الاسلام بيأمر ان انا ما كنتش عايش في سلام مع اخواتي المسيحيين او مع اي حد مخالف معايا في الرأي وبيأمر بالقتل وباحتكار الاخر وإن المسلمين دول أخر أمة أخرجت للناس ولو جينا للحقيقة هم أسوأ أمة أخرجت للناس ودمر بلدي شايف بلدي دمرت خليني أقول لك حاجة شايف إنه إسلام يعني عارف ما بتقول كده إنه الإسلام دمر حياتك أنا شايف إن أنت شايف العوامل اللي بيستخدمها الإسلام في تدمير حياة الناس أو الفكر الإسلامي لكن عايز أقول لك حاجة الضياع الحقيقي هو إنك لا تجد سلام في حياتك الشخصية وأنا سعيدة إنك بتقول صلوا من أجلي لإنك كده أنت بتقولي إن أنت عندك علم إن هناك إله موجود هو إله قدوس وإله محبة لا يمكن صورة إله الإسلام اللي شفناها دي لما كبرنا أكيد. في دي لا يمكن تكون صورة إله فأنا يعني إله الإسلام إله ظالم إله بيأمر بالقتل وما فيش رحمة خالص وقرآن مليء بالمتناقضات لو عايزين أقول لك حاجات كتير هقول لك لا أنا مش عايزة متناقضات الإسلام النهاردة عندي نقطة عايزة أخلصها لكن أنا عايزة أصلي معاك وإنت معايا هنا دلوقتي من أجلك إنت أهم حاجة في حياة الإنسان من أجل ومن أجل مصر الأول أمين من أجل مصر طبعا بنصلي من أجل
بيحب بلدك جدا وشاف ان هو دمرها جدا جدا. امين. خليني اصلي معاك، انا عايزك يعني تفتح قلبك للرب كده وهو هيتعامل معاك. انا عارفه رب، انا بشكرك من اجل اخويا اسلام، هو اسمه اتسمى كده، سموه على اسم هذا الدين، لكن انا اسالك انه يكون سلام في قلبه، اسالك انه يكون سلام المسيح ونعمته وقوته وقدرته الله القدوس في قلبه. يا رب احنا بنصلي من اجل حريه خاصه تعطيها انت لاخونا النهارده، هو واقف قدامك بألامه وانت يا رب شايف الألم وترفعه عنه في اسم يسوع. كمان يا رب بنرفع أمامك شعب مصر، بنسألك يا رب تعال بسلامك كما وعدت انه هتأتي بسلامك على شعب مصر، فيعرفك شعب مصر يا رب في اسم يسوع، وتكون انت خلاصهم يا مشتهى الأمم، ليك المجد والكرامة، افتح أبواب الخلاص في اسم يسوع. اسلام انا يا ريت انك تبقى تكتب لي على الواتساب ونكمل الحديث مع بعض على الواتساب في اسم يسوع. امين. اشكرك، الرب يباركك. طيب خليني اكمل يعني سريعا كده، عايزه اخرج من موضوع العنصريه في الاسلام دي علشان ننتقل للنقطه الاخيره. الحديث بتاع انه دايما يقول لك انه الاسلام ساوى بين الناس، والحديث بتاع انه الناس سواسيه كاسنان المشط امام الله، ولا فرق العربي على أعجمي إلا بالتقوى. تعرفوا أن الحديث ده حديث ما هوش صحيح؟ حد فكر أنه يصحح الحديث؟ وحتى لو اعتبرنا أن الحديث ده صحيح، أوكي؟ هو طبعا هو بيقول التصحيح الحديث بيقول أنه هو ما هوش حديث صحيح، أوكي؟ لكن خليني على فرض أنه صحيح، الفرق بين الشخص والشخص من مفهوم او في طريقة المعاملة بينه وبين الناس، ها، هيكون بالتقوى الاسلامية فقط. انا مش بقول انه الله في الكتاب المقدس بيتكلم عن طريق واحد للوصول ليه وهو يسوع المسيح، لكن الفرق هنا انه الله ما بيكذبش علينا، هو ادانا خطة واحدة ما بيشتتناش، بيديك طريق واحد بيقولك هو ده الطريق الواضح، تختار انت بقى تتبعه او ما تتبعوش دي حاجة تانية. في مثلا موضوع العبودية والمساواة بين الناس في المسيحية، لما الرسول بولس اتكلم عن الموضوع ده حتى اتكلم عنه على اساس انه انتم احرار في المسيح، كونوا امناء امام الله، الحرية الفردية والأرضية والعبودية والكلام ده كله ربنا هيغيره، وفعلا ربنا غيره، لكن مين اللي لسه متمسك بيه ومين اللي لسه بيرجعه لنا؟ ها؟ الفكر الإسلامي اللي يفرق بينك وبين زوجتك مثلا لأن هي مش مؤمنة وانت مؤمن، مش كده؟ أو هي مؤمنة وانت مش مؤمن وهكذا. الفرق أنه هذا الدين عمل فروق بين الناس وبعضها حسب اللون وحسب الشكل وحسب المكانة وحسب المقام وحسب انت شيخ ولا واحد عادي، وإنه في هناك فروق كبيرة وضعها هذا الدين. يعني الكلمات المشينة اللي استخدمها الناس ضد المغنية دي وإنها تدخل السجن، هم خرجوها صحيح، دخلوها السجن علشان خاطر إنها يعني اختارت تغني أغنية بشكل معين، ولأنه ما كانش سهل عليهم إنهم ما يشوفوا مغنية سمرة بتقول أنا بنت مكة، مع إنه يعني أكتر أهل مكة سمر، السعوديين فيهم سمر كتير جدا، هتتبروا منهم كلهم عشان سمر؟ فما تقولش بقى لا فرق بين عربي وعجمي والواقع الحقيقة بتقول غير كده. تعليقات الناس اللي تربوا على الفكر الإسلامي ك
كانت مسيئة جدا، بيتكلموا عن السمر على انهم خدم. عايز اقول لكم حاجة، الناس اللي بيتكلموا عن الاثيوبيين والصوماليين ويتكلموا عليهم كخدم، عايز اقول لكل حد في هذا المكان، عايز اقول لك حاجة، ان المسيح الرب الاله السيد المسيح نفسه اعتذر كخادم عشان يخدم تلاميذه وغسل ارجلهم، وقال انه يعني هو وضع نفسه علشان خاطر يرفعنا احنا امام الله. ما تزعلش لو حد قال عليك انت لونك كذا ولا شكلك كذا ولا ده مش منظور الله ليك. ثق انه منظور الله ليك هو اله المحبة اللي بيشوفك بيقول كده، لانه مفيش فرق بين الناس وبعضها ابدا، لا يهودي ولا يوناني ولا مسيحي ولا مسلم، الكل امام الله عندهم فرصة ان هم يكونوا عايشين في معرفة الله وفي محبة الله. الاله الذي يقول انا محبة ابدية احببتك لذلك قدمت ليك الرحمة، هناك امتداد لرحمة الله في حياتك لاخر لحظة، لا لونك ولا جنسيتك ولا بلدك ولا حاجة تفرق، لكن قلبك هو اللي يفرق أمام الله. التفرقة دي العنصرية دي بتدي الحق لناس من خلال التعليم الإسلامي، زي عبدالله رشدي ده، إن هو يبقى عنده الرصيد الكافي من التعليم الإسلامي فيفرق بين الناس وبين بعضها على حسب التعليم الإسلامي. فعشان كده عمل التويتة اللي جاية دي، خلينا نشوف التويتة اللي جاية، يمكن مش اللي بعدها دي كانت علشان يعني، خلينا نشوف التويتة دي لأنه وقت البرنامج قرب على الانتهاء. قال كده: العمل الدنيوي مدام ليس صادر عن الإيمان بالله ورسوله فقيمته دنيوية تستحق الشكر والثناء منا نحن البشر في الدنيا فقط، لكن لا وزن له يوم القيامة. وقدمنا، وقال بقى الآية اللي هي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورة. ومن السفاهة أن تطلب شهادة بقبول عملك في الآخرة من دين لا تؤمن به أصلا في الدنيا. أولا التويتة دي هو بعد كده جي قال إيه، أنا عملتها عشان أنا كنت بتكلم مع ملحدين. اللي عنده تويتر يدخل على أهو اسمه موجود، عبدالله رشدي بالعربي والإنجليزي، مش هتلاقوا أبدا أنه كان في حديث مع الملحدين ولا أي حاجة. التويتة دي معمولة في التوقيت اللي كان الدكتور مجدي يعقوب بيتلقى فيها في جوائز وبيجمع أموال علشان فتح مستشفى خطير في مصر للعلاج المجاني للناس سواسية. والراجل ده قضى عمره كله علشان يدي فرصة للناس إنها يكون عندها حق العلاج. من أشهر دكاترة القلب في العالم، خصص حياته لمساعدة بلده وشعبه، ومش بس شعبه، لا ده في العالم كله كمان. فالكلام ده بيغيظ الشيطان وبيغيظ الناس اللي شايفين انه ده راجل مسيحي ما هوش مسلم. فالمضحك بقى، اولا الناس كانت فاكرة انه ابن الحويني اللي هو اللي عمل كده، لكن الحقيقة اللي حصل انه ابن الحويني قال صدق وأجاد، يعني يا سلام، قال له يا عيني قعد جود. يعني عبد الله رشدي حين نقل حكم الله في هذا، وهذا لا يختلف عليه مسلم، لأن الأدلة القطعية هي الثبوت تثبت أن الله حرم الجنة على الكافرين. فلو مات دكتور مجدي يعقوب على كفره بالله لن يدخل الجنة بنص كتاب الله. إثباته أنه كان بيتكلم على الراجل ده، واللي حصل انه الناس يعني زعلت جدا، لانه الدكتور مجدي يعقوب عمل يعني قلب الميزان في العمل الخيري في مصر بصراحة. يعني
الأزهر بقى والأوقاف أخدوا موقف. أخدوا موقف ليه؟ أولا يعني أنا عايزة أعلق على موضوع إمتى تكلموا. أولا هم أهبوا الدكتور عبدالله رشدي ده لاستخدامه. أولا كان ضد الملحدين فلبسوه البدلة وقعدوه كده وبقى يرد على الملحدين وكانوا فرحانين بيه وعمالين يجودوله ويسقفوله. بعد كده حولوه بقى على إسلام البحيري والناس اللي بتتكلم عن التنوير وكلام من ده وأطلقوه وراحوا شايلينه من شغله وموقفينه شوية لما اتكلم على الكفر والتكفير وكلام من ده عشان مش عايزين دوشة بس في البلد. ده اسمه بقى ايه؟ القيادات اللي بتغير، القيادات الإسلامية اللي بتغير الألوان حسب ايه لون القيادة السياسية اللي هم موجودين فيها. لكن خليني أقرأ لكم، أولا هم وقفوه ويعني أخدوا قرار ضده، لكن الأوقاف بقى علقت إزاي على الموضوع. خلينا نشوف تعليق الأوقاف. لا شك إن ما حصلوا السير مجدي يعقوب من علم ومعرفة وخبرة أذهلت العالم كانت نتيجة له جهود مضنية وشقة وقد وضعها كلها مش عارف إيه وكان كلها مسخرة في خدمة وطنه وشعبه ولم ينظر يوما إلى دين من يعالج، وده حقيقة شهادة في حقه فعلا، وكان بينقذ الناس من الموت، بل يعين، بل بعين الشفقة والرحمة والإنسانية التي امتلأ بها قلبه. وقد تعودنا بقى، وراحوا ايه نقلين، وقد تعودنا من مثير الشغب عبر المواقع التواصل الاجتماعي ما بين حين وآخر أن يخرج علينا أحدهم بتصريح فج أو أغنية هابطة. عمموا بقى الموضوع، لكن مفيش إنكار بقى. اقرأ بقى للآخر هتلاقي كده أهل الفتنة، فإذا بأهل الفتنة ومثيري الشغب ومحبي الظهور وجميع اللايكات والشير يدخلوا على الخط دون أن يسألهم أحد فيتكلمون بحديث الفتنة عن مصير الدكتور مجدي يعقوب، وكأن الله تعالى وكله وكلهم بمصائر خلقه وأعطاهم حق إدخال هذا إلى الجنة وذاك إلى النار. ما فيش إنكار وما فيش تثبيت للي هو قاله، ما أنكروش، بس راحوا إيه معممين الدنيا كده وراحوا واقفينه عشان يشيلوا الحرج عنهم. لكن الواقع بقى لما تيجي تكلم حد من الشيوخ، الشيخ نفسه الشيخ الطيب بيقول لك المسيحي كافر، بس ما قالكش داخل الجنة ولا مش داخل النار. هما بيحوشوا، ها، بيشيلوا ده على جنب، يعني ده في وقت وده في وقت. الموضوع انه يعني ده فكر موجود في اساس الاسلام. اثاره بقى هي الناس اللي بياخدوا ده زي الست سلمى دي، وتقولك بقى وظيفتنا هي بيان دعوة التوحيد للناس، ومش وظيفتنا اننا ننورهم او نوريهم اخلاقنا يا اختي. اهي مثلا، والمسلم الموحد اللي ممتلئ ذنوب افضل ولا يقارن اصلا بكافر عنده أعمال صالحة. شايفين التعصب الإسلامي؟ شايفين أنه الإنسان يعني في الإسلام عنده الحق أن يحكم على غيره، ودي من ضمن التفرقة اللي عملها الإسلام بين الناس. في المسيحية الكتاب بيعلمنا أن احنا ما نحكمش على حد، وما نحكمش على قلوب الناس، وما نحكمش على أفكار الناس، لأنه الله بيتعامل معنا كأشخاص بصفة خاصة وشخصية جداً. فحكمك على غيرك إذا كان مع الله ولا مش مع الله، داخل الجنة ولا داخل النار، أنت بتحكم على الله نفسه كده. ما سيب الله يتعامل مع الناس. وسيلة دورك أنت كإنسان، ها، أنك تكون صورة لمحبة الله، وأنك توصل كلمة الله للناس، لكن أنت مش مسؤول عن قراراتهم ولا نهايتهم. العكس تماما. ده مش ده الفقه الإسلامي علمهم انهم يحكموا هنا، ومن لم يستطع فبيده، ومن لا استطع بلسانه، وهكذا كل الأدوات اللي اداها للمسلم للسيطرة على الآخرين والحكم على الآخرين كلها تؤدي الى التهلكة.
وشوف الاثار بقى اللي جت بعد كده. يعني ايه مثلا الناس ابتدت تفكر ازاي؟ واحد خد التويته بتاعت عبد الله رشدي دي ونقلها زي ما هي اهو، اوكي. فواحد بيقول لا دي تويته منقوله عن عبد الله رشدي، يعني الكلام ده مش بتاعه. فواحد فحد تاني بيرد عليه وبيقول له المفروض بقى ان احنا ما نصدقش دار الافتاء ونصدقك انت. فقال له ايه؟ لا، صدق القرآن. خلينا نشوف الفيديو ده. الخبر النهارده القرآن الكريم امام النيابة العامة، هو ده الخبر. ركز بس على المنشات، القرآن الكريم امام النيابة العامة، هو ده الخبر. برافو علي، هو ده الموضوع. حالة مخالفة الأوقاف وحالة مخالفات الشيخ عبد الله رشدي إلى النيابة المختصة. أي حد هيدافع عن الإسلام هيبقى مصير عبد الله رشدي. بص بقى عبد الله عمل إيه الأخ عبد الله رشدي عشان يتحول للنيابة والأوقاف توقفه وتحول نيابة. سأل عبد الله رشدي قال إن القرآن بيقوله وبيقول أكتر منه كمان. أوكي. طبعا قناة الجزيرة والقنوات أنا ما أعرفش هو في قناة إيه، المهم يعني، بس هو يعني من أتباع هذه القنوات، وهو ناقد جدا على النظام. أنا ما يهمنيش الكلام ده كله، لكنه قال الحق زي ما ابن الحويني قال الحق. العبد الله رشدي بيقول اللي بيقوله القرآن، إذن النيابة العامة بتحاكم القرآن. صح كده، هو صح كده، لانه الاسلام والقران، ارجع سيبك من السنه وسيبك من الاحاديث، القران بيقول كده. فهو ده الشكل يعني الحقيقي للفكر الاسلامي، ودي الحاجه اللي انا عايزه اقف عندها. انا مش يعني مش هكمل مع السلايد دي. الحاجه اللي انا عايزه اقف عندها انه النهارده عبد الله رشدي وامثاله اللي بيتكلموا بالحق القراني، ده راجل يعني دارس، عارف هو بيقول ايه، لكن الواقع انه بقت ازمه المسلم النهارده انه مش عارف يتعامل مع الايات القرانيه ازاي. هيوديها فين؟ هينكرها ازاي؟ وانت كمسلم هتنكرها ازاي؟ انا كمسلمه سابقه بقولها هو على الملأ، انا كنت عارفة انه جيراني المسيحيين دول رايحين النار حتف. النهاردة الله بيقول لك انه الكلام ده كلام مش حقيقي وكلام شيطاني، ما تسمعش للناس دي. افتح قلبك، اقفل الباب ده خالص، افتح قلبك لله يتعامل معاك بصورة شخصية ويوريك الحق. ما تصدقش الكلام وتقعد تنقل اللي بيتقالك، ولكن اسأل الله مباشرة حتى يعطيك حياة وفهم وحياة جديدة في اسم يسوع. أشكركم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.